رفيع قاسي، علي بواب، صلاح سيبويه، فوزي البرازي، تهامي التوجاني، حفيظ عبد الصادق، بوبو نور الدين، رضا المختاري، احمد اجدو، هشام الزروالي ويوسف قديوي. العناصر التالية: نادي الزبيغري، عماد بن الشيخ، طوار العلالي، هشام الويسي، وجمع قصاب، خالد أومنصور، زكريا عبوب، عبد الواحد كوتر، محمد مديحي، طارق العمارتي، وجون جاك بوسو. في الاحتياط هناك هشام العرج وشمس الدين الجنبي، عبد الحق ايت عريف، مراد الراجي، وطريق القبي. بالنسبه لاحتياطي فريق الجيش الملكي فهناك عفيفي في حراسة المرمى، في بقيه الاحتياطيين فضلي، حسن معتز، جواد وادوش، وخالد المعروفي. المدرب بطبيعه الحال هو السيد محمد فاخر، والسيد ميشيل دوكاستيل السويسري مدرب فريق الوداد البيضاوي. إذن هذه المقابلة سيديرها الحكم السيد سعيد الطاهري من عصبة الشرق بمساعدة عبد الواحد فنان من عصبة الدار البيضاء، والسيد عبد الحق من البيضاء. داكور. إذا سيداتي وسادتي، في هذه الأثناء يعطي السيد سعيد الطاهري إشارة انطلاق المقابلة الثانية اليوم لنيل كأس العرش لموسم 2002-2003 بين الوداد البيضاوي والجيش الملكي، والانطلاقة كانت لفريق الوداد البيضاوي. وأول خطأ، أول خطأ، سوء تفاهم، أول خطأ كاد أن يستغل من طرف اللاعب كوتر، كان سوء تفاهم بين الحارس قاسي واللاعب فوزي البرازي. قاسي الذي يدخل هذه المباراة كما نشاهد كعميد الفريق، وأمله بطبيعة الحال كبير كما هو أمل بقية اللاعبين في حمل هذا الكأس. عميد الفريق الوداد البيضاوي هو اللاعب بوجمع قصاب. يتضح من خلال التشكيلتين غياب مجموعة من العناصر التي لها وزنها سواء بالنسبة لهذا الفريق أو ذاك، وإن كان الغيابات هي كبيرة من جانب فريق الوداد البيضاوي، أما فريق الجيش الملكي فأكبر غائب عنه هو اللاعب حسين أوشلا أو الحسن أوشلا عفوا، بسبب جمعه أربعة إنذارات. بالنسبة لفريق الوداد البيضاوي فالغائبون هناك مصطفى طلحة بسبب جمعه هو أيضا لأربعة إنذارات، هناك غياب العفوي بحفيد وذلك بسبب الإصابة. نسجل من جانب الوداد البيضاوي عودة الإيفواري جون جاك بوسو الذي يخوض أول مقابلة له مع فريق الوداد البيضاوي منذ عودته من الكأس العالم للشبان التي دارت بالإمارات العربية المتحدة.
كرة لفريق الوداد البيضاوي وخطأ خطأ خطأ يستغل وكيدخل هشام سروالي ولكن هناك تدخل ديال المدافعين. إنما هناك الحكم سيد الطاهري يشهر ورقة صفراء مع البداية. سيد سعيد الطاهري أول مقابلة مقابلة نهائية لكأس العرش يخوضها سيد سعيد الطاهري من عصبة الشرق. إذن كرة ثابتة ضربة خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. هناك البرازي وأجدو وراء الكرة وهناك جوج ديال اللاعبين أيضا في موقع التأهب للتسديد. تسديدات بعيدة بعيدة من لاعب هشام الزروالي هو اللي كان جنبا إلى جنب مع أجدو. ومن فريق الوداد البيضاوي الآن عند كوثر بناء جماعي من الجهة اليمنى لفائدة فريق الجيش الملكي. هناك ارتباك على مستوى الدفاع ديال فريق الوداد ولكن تدخل في الأخير اللاعب بوجمعة لكي تراجع بوجمعة للوراء لمساندة الدفاع في هذه اللحظات لكي يجتازها فريق الوداد البيضاوي. وخطأ خطأ يقول الحكم سيد سعيد الطاهري وإنذار من سيد سعيد الطاهري للاعب توجاني أعتقد. صرامة كبيرة كتنطلق بها المقابلة من جانب حكم المباراة سيد سعيد الطاهري. خطأ إذن لفائدة فريق الجيش الملكي. لاعب أجدو وراء الكرة وتسديدة كانت خطيرة من اللاعب رضا المختاري. خطأ فعلا كان هناك اعتراض غير قانوني. هناك ضغط ملحوظ لفريق الجيش الملكي في هذه الاثناء اللي غادي ينفذ هو اللاعب أجدو. هذا الاسم الذي سيعول عليه كثيرا بالنسبه لفريق الجيش الملكي. اولى خطواته ستكون على مستوى اعلى ستكون مع فريق الاولمبي حيث سيرافق الفريق الاولمبي للمشاركه. الهدف الهدف الاول لفائده فريق الجيش الملكي واللي سجلوه هو اللاعب عبد الواحد عبد الصمد. اذا اللاعب عبد الواحد عبد الصمد يفتتح التسجيل الدقيقه 11. ينادي على الكرة زكريا عبدو بالمناسبة يخوض أول مقابلة لكأس العرش مع فريق الوداد البيضاوي علما بأنه خاض مجموعة من المقابلات الهامة إلى جانب فريقه السابق فريق الرجاء البيضاوي. إذن زكريا ينفذ لعلالي ضربة رأسية ولكن كان الحارس في المكان المناسب. كانت ضربة رأسية من اللاعب العمارتي. فريق الجيش الملكي اللي تأسس عام 1958 فاز 6 مرات. نشاهد إعادة لهذا العملية الخطيرة لفائدة فريق الوداد البيضاوي وكانت هي الأولى خلال هذه المقابلة للفريق البيضاوي.
ومن شأن الهدف اللي سجله فريق الجيش الملكي مبكرا أن يعطي وجها نتمنى أن يكون جميلا وأداء راقيا بالنسبة للفريقين. والحكم المساعد الأول يعلن عن خطأ لإفادة فريق الوداد. وخطأ يقول الحكم لفائدة فريق الجيش الملكي للحارس عبد الرافع قاسي. رافع قاسي 31 سنة. أمامكم صمام الأمان لفريق الجيش الملكي. تجربة كبيرة لهذا الحارس أجدو لاعب سابق لفريق النجم مراكش. كرة لفريق الوداد البيضاوي فوسط الميدان. لاعبين ديال فريق الجيش الملكي سباقين للكرة. قلت فريق الجيش الملكي فاز 6 مرات بكأس العرش، كان ذلك سنوات 71 84 85 86 دون أن ننسى عام 59 وآخر لقب كان عام 99. فريق الجيش الملكي تأهل للنهاية التي يخوضها هذا اليوم أمام فريق الوداد البيضاوي على نهضة بركان. هجوم لفائدة فريق الجيش الملكي، تمريرة ضربة رأسية ولكن في متناول الحارس نادي المغري، كانت من الشاب لاعب فريق الدفاع الحسني الجديدي يوسف القديوي اللي كياخذ بالمناسبة أول مقابلة ديالو من هذا الحجم. فريق الجيش تأهل على حساب نهضة بركان في صدور عشور النهاية ثم اتحاد زمرد الخميسات في مرحلة ثم النهاية. وجيب لفائدة فريق الجيش الملكي، هناك نوع من الارتباك على مستوى خط الدفاع لفريق الوداد البيضاوي. خط الدفاع اللي نذكر كيغيب عليه مصطفى طلحة بسبب الإنذارات. فريق الجيش الملكي تجاوز فريق الكوكب في ربع النهاية وأولمبيك خريبكا في نصف النهاية. زكريا عبوب هشام زروالي، ذكية من هشام زروالي إنما تمريرة خاطئة. قوسو وكرة خارج الفتمس لفائدة فريق الوداد البيضاوي. نشاهد مرة أخرى الإعادة للهدف اللي جاء في الدقيقة 11 بواسطة اللاعب حفيظ عبد الصادق. قوسو 20 سنة لاعب المنتخب الإيفواري للشبان. كوثر تمريرة جميلة من كوثر اتجاه قوسو يدخل ولكن هناك تدخل دفاع بنجاح. وكان بوجمع عفوا هو اللي تحول للجهة اليسرى. بوجمع عميد فريق الوداد البيضاوي 31 سنة. نفذت كرة عالية المعترك ولكن تدخل لاعب تامي التوجاني وتسلل يقول الحكم للاعب جون جاك قوسو. من الملاحظات الأساسية بالنسبة لتشكيلة ديال فريق الوداد البيضاوي هو اعتماد المدرب دوكاستيل على اللاعبين ذوو التجربة الكبيرة، وهذا ربما فهو أدخل في الحسبان الضغط الذي يمكن أن يشعر به اللاعبون مع انطلاق المقابلة على الأقل. لذلك نجبروا كل اللاعبين أصحاب التجربة الكبيرة كلهم حاضرين منذ الانطلاقة كعماد بن الشيخ كاردوان العلالي كبوجمع قصاب، يعني هذو كلهم لاعبين عندهم مؤهلات وطاقات كبيرة تمكنهم من امتصاص كل الضغط اللي يمكن يشعر به اللاعب خاصة في مباراة من هذا المستوى.
لذلك كنوجدوا اللاعبين الشبان اللي تألقوا في الدورات الأخيرة مع فريق الوداد البيضاوي كلهم كاحتياطيين، كشمس الدين الجنبي، كأيت العريف، كمراد الرجي، طريق القبي، هذه كلها عناصر الآن هي في دكة الاحتياط. تمريرة للجهة اليمنى، إنما كرة بعيدة كتخرج للاعب خالد أومنصور 22 سنة أمامكم، الظهير الأيمن لفريق الوداد البيضاوي. نقترب من الدقيقة ربع ساعة الأولى، دائما هدف لصفر لفائدة فريق الجيش الملكي اللي نجح في هز الشباك في الدقيقة 11 بواسطة اللاعب حفيظ عبد الصادق. ومنصور كيدخل لاعب صلاح الدين سيباوي، هجوم مضاد القديوي وخطأ ضد اللاعب يوسف القديوي لفائدة فريق الوداد البيضاوي. نذكر بأن الفريقين الجيش الملكي والوداد البيضاوي بحكم وصولهما إلى نهاية كأس العرش لموسم 2002-2003 فهما مؤهلان معا لخوض غمار منافسات كأس إفريقيا، كأس الاتحاد الإفريقي في طبعتها الجديدة، في الوقت اللي غادي يخوض فيه فريق الرجاء البيضاوي وحسنة أكادير منافسات عصبة الأبطال الإفريقية. خطأ اللي عليه الحكم السيد الطاهري لفائدة يوسف قديوي. عماد بن الشيخ محاولة للتسلل من جهة اليسرى بالنسبة لفريق الوداد البيضاوي، وكرة ضائعة محمد فاخر سبق له فاز بكأس العرش مرتين، إنما عندما كان لاعبا في صفوف فريق رجاء البيضاوي موسمي 74 و77. كذلك الشأن بالنسبة لهجوم مضاد بقيادة فريق الجيش الملكي بقيادة اللاعب يوسف القديوي، استطاع يتجاوز ولكن الحكم مساعد الثاني فهو أعلن على تسلل ديال اللاعب هشام الزروالي. نشاهد مرة أخرى كيف استطاع اللاعب القديوي أنه يتجاوز جوج ديال المدافعين، ولكن كان هناك لاعب هشام الزروالي اللي مشاور على الكرة كان في حالة تسلل. قلت القاسم المشترك بين اللاعب او المدرب سيد محمد فاخر ومدرب كاستيل، كون كل منهم فاز بجوج ديال القاب الكاس، وان كان المقارنه ربما ستكون بعيده فقلت فريق او المدرب فاخر فهو فاز بكاس العرش رفقة فريق الرجاء البيضاوي عندما كان لاعبا في هذا الفريق، ودو كاستيل فاز بكاس سويسرا عندما كان مدربا لفريقي، مره مع سيون ومره مع سيرفيت جنيف. ويمكن اعتبار المقابله التي ياخذها اليوم رفقه فريق الوداد البيضاوي يعني اكبر رهان يواجهه لحد الان منذ التحاقه بفريق الوداد البيضاوي. صحيح انه استطاع ان يعطي ما كان فريق الوداد البيضاوي في حاجه اليه من انضباط من توازن، والدليل هي النتائج التي سجلها فريق الوداد البيضاوي خلال الدورات السابقه. انما يبقى على دوكاستيل ان يجتاز هذا الامتحان بسلام هذا اليوم امام فريق الجيش الملكي. هجوم وسط لعب اجدو، ما خرجتش الكره دائما لفائده فريق الوداد البيضاوي انما تعود لفريق الجيش الملكي المنظم بشكل جيد على مستوى وسط الميدان. غوسو غوسو وتدخل في الاخير للاعب علي بواب.
علي بواب اللي غادي يرافق المنتخب الوطني في المعسكر التدريبي ديالو بمربية بإسبانيا استعدادا لكأس إفريقيا للأمم. كرة طويلة هناك هشام الويسي. ضائعة على مستوى وسط الميدان بسرعة كيستطيعوا الفريقين اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي يسترجعوا هذاك اللاعب بوبو اللي كنعرفوا العمل في العمق اللي كيقوم به هذا اللاعب في استرجاع الكرة و غالبا ما يمد الزملاء ديالو في الخط الامامي بكرات عميقه. زكريا عبوب هو الذي يقوم بهذا الدور بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي. خطا لفائده فريق الوداد، فريق الوداد اللي عزز الصفوف ديالو خلال فتره الانتقالات بمجموعه من اللاعبين نذكر منهم اللاعب العيني عام من ضد ستات دبلاوي من جمعيه سلاس، سراج من فتح الرباطي، ولا لاعب سوليانوفيتش هذا لاعب من البوسنه يحمل الجنسيه الالمانيه، كان لاعب سابق بفريق سوشو الفرنسي. هذا الى جانب لاعب بن حليب لاعب سابق لفريق الاتحاد الرياضي وفريق اتحاد طنجه. هذا لفريق الوداد لو فريق رجع هجوم لفائده فريق الوداد من الجهه اليمنى، هجوم سديده ولكن استماته كبيره ديال الدفاع اللي ثابت يعني بشكل جيد لفريق الجيش الملكي. وخطا يقول الحكم السيد سعيد الطاهري، قلت هذا في الوقت اللي فريق الجيش الملكي لم تعرف صفوفه اي تغيير خلال فترة الانتقالات، هو الفريق الوحيد اللي بقات التشكيلة ديالو بدون تغيير خلال فترة الانتقالات، وهذا يعني الاستقرار البشري الذي يعرفه فريق الجيش الملكي، استقرار اللي اعطى النتائج ديالو ولا دل على ذلك من ان فريق الجيش الملكي يحتل حاليا الصف الاول في بطولة المجموعة الوطنية الاولى. بوبو أجدو كيمر جميلة في اتجاه خروج خاطئ. أنا شخصيا لا أوافق على هذا الخروج للحارس المياغري، أنه كان هناك المدافعين أمام اللاعب الزروالي لحسن حظه أن الزروالي يعني ما ربما ما كانش عنده الفكرة أن المياغري غادي يخرج حتى ذاك الحد اللي خرج له، والا كان ربما يصوب مباشره في اتجاه الشباك. صلاح الدين سيبويه لاعب فريق الفتح سابقا، تماس لعلي بواب 24 سنه علي بواب. هشام الزروالي السيده كانت ضعيفه من لاعب اجدو. عماد بن الشيخ بدا تسجيل الهدف الوحيد لحد الان لفريق الجيش الملكي، لم نسجل يعني شي استفاقه او رد فعل قوي لفريق الوداد البيضاوي. مازال لحد الان ما شفناش كثير لاعب رضوان العلالي، يمكن نقول انه مازال لحد الان ما مسكش الكره. نذكر بان اللقب ديال عام 2001-2002 عاد لفريق الرجاء البيضاوي بعد تغلبه في المباراه الاولى على فريق المغرب الفاسي، كانت صدام من لاعب كوثر انما كان صدام باحد لاعبي فريق الجيش الملكي. تعود عند عماد بن الشيخ الكوثر مره اخرى، هذا لاعب البرنوسي للبيضاء، لاعب كوثر استخدمه فريق الوداد البيضاوي. دو كاستيل امامكم 47 سنة هذا المدرب السويسري. وخطأ الان لفائدة فريق الجيش الملكي.
فخر لحقق انجازات كبيره مع فريق حسين اكادير، يسعى لتحقيق نفس الانجاز مع فريق الجيش الملكي. تبعنا فريق الوداد كان فاز بلقب كأس العرش لعام 2001 على حساب فريق المغرب الفاسي هنا بمجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط نتذكر جيدا. فريق الوداد تأهل لنهاية هذا اليوم على حساب كل من اتحاد الرياضي في سدس عشر نهايات، ثم اتحاد القاسمي في ثمن النهاية، النادي المكناسي في ربع النهاية، والرجاء في نصف النهاية. اللاعب أجدو ملقى على الأرض إنما اللعب متواصل. كرة عند فريق الوداد البيضاوي اتجاه العلالي وهناك تمس. يقول الحكم مجمع الامير مولاي عبد الله بالرباط غص جنابات ديالو كلها غص عن اخرها بالجماهير التي حجت لمتابعه هاتين النهايتين. يتم الآن إخراج لاعب أجدو خارج الملعب لإعطاء الإسعافات. هنا بقيت الكرة، إذن يستأنف اللاعب. الكرة عند فريق الجيش الملكي. رضا المختاري اتجاه هشام الزروالي إنما ضائعة ولمسة يد فعلا من نور الدين بوبو اتجاه عماد بن الشيخ. والكرة في التماس كانت خرجت لفائدة فريق الوداد البيضاوي. علي بواب والكرة في التماس. وكرة ضائعة لكرة خارج الملعب، إذا ضربت مرمى لفائدة فريق الجيش الملكي المتقدم لحد الآن على الوداد بهدف لصفر. الهدف اللي سجله اللاعب حفيظ عبد الصادق في الدقيقة 11 من انطلاق المقابلة. هجوم لفائدة فريق الوداد البيضاوي، هناك تفوق عددي للاعبي فريق الوداد، انما تدخل نور الدين بوبو حاضر في كل الاماكن لاجهاض العمليات ديال فريق الوداد البيضاوي. في التماس مره اخرى تماس للوداد دائما، وبوبو كان وراء اخراج الكره مره اخرى. غوسو زكريا عبوب يمرر المعترك واللاعب العلالي يعني تسرع، اعتقد ان اللاعب العلالي تسرع، كان فضائيه جيده ولكن انه فضل انه يحاول يمرر الكره ديالو بالكعب، هو الشيء اللي ما حصلش وضاعت على اللاعب العلالي هذه الفرصه. الركنيه لفائده الوداد. زكريا عبوب في التنفيذ ضربه راسيه ولكن فوق المرمى ديال الحارس عبد الرافيع قاسي. نشاهد العمليه مره اخرى، كان فضائيه جيده اللاعب رضوان العلالي انما تعامل مع الكره ماشي بالشكل اللي كان خاصو يتعامل معها. العمارتي اللي كيدخل اليوم
في المحور الدفاعي الاوسط للفريق الوداد البيضاوي الى جانب هشام الويسي وكعود مصطفى طلحه اللي غادي ينفذ هو عماد بن الشيخ. كره طويله ولكن تدخل علي بواب. بوسو كيسترجع الكره عند زكريا عبوب كوثر. صفحه المباراه الان متكافئه بعض الشيء. هشام الويسي كره طويله وتدخل لاعب البرازي. هشام الويسي الحارس نادر المياغري. كرة دائما عند فريق الوداد البيضاوي. تمريرة طويلة من لاعب عماد بن الشيخ في اتجاه اللاعب العلالي ولكن تدخل صلاح الدين سيبوي للتماس. العلالي اللي سجل لحد الان هدف واحد منذ العوده ديالو الى الميادين. هدف واحد لفريق الوداد البيضاوي كان امام فريق الكوكب المراكشي. هجوم سريع على الفور لفائده الجيش الملكي انما قد قطع الكره من الدفاع وتماس لفريق الوداد. غوسو اكيد ان غوسو اللي غاب كثير عن الميادين يكون محتاج لبعض الوقت لاسترجاع القوه ديالو القوه التنافسيه. اللاعب القديوي وخطا وورقه صفراء انذار للاعب هشام الويسي. نشاهد مره اخرى او كان هذا اللاعب فعلا هنا اللي ترتكب الخطا اللي اعلن عليه الحكم في حق اللاعب يوسف القديوي. نادر المياغري اجدو كنبقى دائما ولكن لمست يد من مسجل الهدف لاعب حفيظ عبد الصادق. غوسو وكره في التماس. تجاوزنا النصف ساعه الاولى من المقابله. هدف لصفر لفائده الجيش الملكي والحكم الطائري يأمر بإعادة الشرط. قلت حكم الطائري حكم دولي أول مقابلة ديال النهائية لكأس العرش لما كنقول أول مقابلة نهائية ديال كأس العرش فهذا كيرجعنا لبداية التاريخ بداية منافسات كأس العرش عام 1957. أول مقابلة كان قادها الحكم السيد بوبكر الأزرق. كانت جمعات فريق بالدار البيضاء بين فريقي مولودية وجدة والوداد. المقابلة اللي كانت انتهت بالتعادل هدف لمثله إنما منحت الكأس لفريق مولودية وجدة اللي كان على اعتبار أنه كان سباق للتسجيل وبالتحديد ففي الدقيقة 42 كان سجل اللاعب بريزط لمولودية وجدة الهدف الأول هو أول هدف لي في منافسات كأس العرش. ومايبي هو اللي كان سجل الهدف التعادل لفريق الوداد البيضاوي اللي كان كما قلت أيضا هو أول حكم لقاد مقابلة كأس العرش هو السيد بوبكر الأزرق. أما الحكم اللي كيبقى عنده الرقم القياسي في قيادة مباريات نهائية لكأس العرش فهو السيد عبد الكريم الزياني. قد المقابلات النهائيه لعوام 59 62 69 71 و74 المرحوم بالقولة والحكم البوكيلي قادوا مقابلات نهايه كاس العرش ثلاث مرات لكل منهما.
ضربة مرمى لفائدة فريق الجيش الملكي المتفوق لحد الآن بهدف لصفر. هشام زروالي يحاول متابعة الكرة، تجربة كبيرة لهشام زروالي، تجربة احترافية بسكوتلندا والخليج. هشام زروالي كيوقف الكرة ديالو، بغى يمرها بالكعب، انما تدخل واستماتة هناك ديال اللاعب العمارتي، خطيرة خطيرة، كاد اللاعب الويسي ان يسجل ضد مرمى. تماما كما كان حصل له في مقابلة سابقة امام فريق الرجاء البيضاوي. ركنية لفائدة فريق الجيش الملكي. اجدف تنفيد ولكن تدخل دفاع غوسو غوسو، لكن كتمشي الكرة فقط عند لاعبين ديال فريق الجيش الملكي. اجدو لاعب نشيط، يعني خلينا نقول انه من اللاعبين القادمين في البطولة الوطنية، نتمنى له كل التوفيق. كوتر ايضا هذا من اللاعبين الجيدين اللي اعطوا نفس كبير للخط الامامي لفريق الوداد البيضاوي. غوسو غوسو امامه الكوتر، كيفضل انه يسدد انما سيده بعيده على مرمى الحارس عبد الرافع قاسي. نشاهد الخطا اللي ترتكب قبل قليل، ماشي على القصد بطبيعه الحال، للاعب هشام الويسي. بوجمع قصب غوسو غوسو، هجوم للوداد عند لاعب انما بعيده. بعيده من لاعب الكوثر. ورقة صفراء أخرى لفريق الوداد البيضاوي أو لفريق الجيش الملكي عفوا. وكانت هذه المرة للاعب حفيظ عبد الصادق. السيد سعيد الطاهري يعاقب لحد الآن كل المحاولات، لا من هذا الجانب ولا من ذاك، لعرقلة الخاص مهجم لفائدة الوداد. غوسو غوسو إنما ضائعة، قلت لاعب غوسو غوسو ربما يحتاج إلى مزيد من الوقت لاسترجاع القدرة التنافسية، وهذا شيء طبيعي ما كيغيب اللاعب عن الملاعب او بالاحرى عن التنافس، فهو يحتاج الى وقت كبير لاسترجاع الايقاع ديالو المباريات الرسميه لعل لي مصاب. وربما دو كاستيل فهو محتفظ بالاوراق ديالو المتمثله في اللاعبين صغار السن. أيت العريف وشمس الدين الجنبي اللي برزوا بشكل جيد خلال الجولة الأولى من بطولة هذا الموسم. أجواء حماسية كبيرة بجنبات مجمع الأمير مولى عبد الله بالرباط، الجماهير من خاصة من مدينة الدار البيضاء، من مدينة فاس أيضا بطبيعة الحال، إلى جانب جمهور مدينة الرباط. كوتر تمريرة جيدة
ولكن هذا كوتر قلب هجوم، نشاهد انه اضطر للرجوع للوراء. العلالي ضائعه وتدخل من لاعب نور الدين بوبو. تماس للوداد، زكريا عبوب كضيع الكره من اجدو، تمريره في اتجاه هشام الزروالي ولكن تدخل العمارتي بشكل جيد. هشام الويسي، زكريا عبوب، تمريره في اتجاه اللاعب الكوثر، كيرجع الكره مره اخرى في اتجاه زكريا عبوب. زكريا عبوب كيوجد صعوبة كبيرة، يعني ما كيوجدش لاعبين في أماكن مناسبة لتمرير الكرة، وخطأ لفائدة فريق الوداد البيضاوي. هذا إسقاط لاعب الكوثر. وكان صاحب الخطأ هو اللاعب نور الدين بوبو. زكريا عبوب ولا غادي نفد، نفدات كرة عالية وضربة رأسية من اللاعب البرازي، ركنية لفائدة فريق الوداد البيضاوي. إنما هناك احتياط كبير للمدافعين لفريق الجيش الملكي، دفاع ديال فريق الجيش الملكي اللي كيغيب عليه اليوم حسين أوشلا. زكريا عبوب اتجاه المتراك، الكره ما مشاتش بعيد على المرمى ديال فريق الجيش الملكي. وركنيه مره اخرى، زكريا عبوب دائما في التنفيذ، ولكن هذه المره صوب الحارس عبد الرفيع قاسي. دقائق تمر، نسير نحو نهاية الجولة الأولى. دائما تفوق لفريق الجيش الملكي، لنقول أنه تعامل بذكاء لحد الآن مع مجريات اللقاء، نجح في الوصول للشباك عن طريق كرة ثابتة كانت من تنفيذ أجدو، والهدف كان للاعب حفيظ عبد الصادق. خطأ لفائدة فريق الوداد البيضاوي. انما تشاهدون يعني ما كاينش ضغط ديال المهاجمين ديال فريق الوداد البيضاوي على المدافعين. نادي المياغري والحكم ينذر احد لاعبي فريق الجيش الملكي، اعتقد انه رضا المختاري ربما استعمل المرفق ديالو. فكما نشاهد فالحكم سيد الطائري وجه انذارات كثيره للجانبين. اخشى ما اخشى هو ان يتعرض احد اللاعبين للطرد في حالات تلقيه لورقه صفراء ثانيه. ومره اخرى خطا، هذه المرة لفائدة فريق الجيش الملكي. كرة خارج الملعب، ضربة مرمى لفائدة فريق الوداد.
المقابله كينقصها شيء من الريتم من الجانبين في الدقائق الاخيره. بطبيعه الحال كيبقى الضغط الان والمسؤوليه ديال فريق الوداد البيضاوي اللي عليه يبحث اولا وقبل كل شيء على هدف التعادل. اما فريق الجيش الملكي فالمتفوق لحد الان فهو يرضيه هذا الايقاع ويرضيه كثيرا، خاصه ونحن نقترب من نهايه الجوله الاولى لتعليمات المدرب فخير للرجوع وخطأ ضد لاعب هشام زروالي. كوتر كتضيع من الكرة سيبوي لما كرة ضائعة، فكما نشاهد اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي كلهم الآن تراجعوا إلى الوراء. وخطأ مرة أخرى هذه المرة لفريق الجيش الملكي. ستدخل لاعب خالد أمنصور في حق لاعب فريق الجيش الملكي رضا المختاري، 26 سنة لاعب رضا المختاري خلو لعم فريق اتحاد طنجة. اللاعبين ايضا الذين ينتظر عودتهم الى الملاعب لاعب الرقادي لاعب فريق الجيش الملكي اللي غاب كثير عن الملاعب بسبب الإصابة، فربما سيكون التحاقه بالميدان مرة أو من جديد بعد أسبوعين من الآن. لاعب الرقادي أذكر كان هو الهداف ديال فريق الجيش الملكي في الموسم الماضي بستة أهداف. تمس لفريق الجيش الملكي وجمع كيدخل هشام الزروالي ولمسة يد خالد أومنصور. خالد أومنصور استفاد من الانزلاق ديال اللاعب أجدو، إنما الاستفادة كانت قصيرة ومحصورة في المكان، يعني كانت كرة بعيدة وضائعة، ضربة مرمى لفائدة فريق كما نشاهد، وضربة مرمى لفائدة فريق الجيش الملكي. لاعب بوصو اللي استعمل ربما اليدين ديالو ولكنه كيستفسر الحكم السيد الطاهري. علي بواب يعني كياخذ كل الوقت ديالو ولكن كياخذ ورقه صفراء من الحكم الطاهري اللي وزع ثلاثه ديال الانذارات او اربعه ديال الانذارات على لاعبي فريق الجيش الملكي، ونفس العدد بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي. رضا المختاري كحاول يراوغ، مازال عنده الكره كيحاول يمرر، انما تدخل اللاعب بوجمع قصاب اللي كيتحول للمدافع. ايقاع المباراه لا يرقى للمتوسط، ربما وسديده قويه ولكن بعيده على مرمى الحارس نادر المياغري.
ربما سيقال الغاية تبرر الوسيلة، أي أن الفريقين يهدفان إلى الفوز بالكأس في نهاية المطاف، ولكن كيبقى على الفريقين أيضا مسؤولية تقديم عرض يشرف كرة القدم الوطنية. سيداتي وسادتي، نهاية الجولة الأولى، شكرا، إلى اللقاء مع بداية الجولة الثانية. تحية طيبة، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. لحظات وتعطى انطلاقة الجولة الثانية من مقابلة الجيش الملكي. الوداد البيضاوي برسم نهاية كأس العرش لموسم 2002-2003. قبل قليل شاهدت دخول اللاعب أيت العريف، إذن أول تغيير في صفوف فريق الوداد البيضاوي. سنتعرف على اللاعب اللي ترك مكانه لأيت العريف. إذن على كل هذا معناه أن فريق والمدرب دوكاستيل فهو يسعى إلى إعطاء نفس جديد لوسط الميدان الهجومي بالنسبة لفريق الوداد البيضاوي. إذا انطلقت الجولة الثانية، أذكر بالنتيجة دائما هدف للصفر لفائدة فريق الجيش الملكي. الهدف اللي تسجل في الدقيقة 11 بواسطة اللاعب حفيظ عبد الصادق. وأول ركنية مع انطلاق الجولة الثانية لفائدة فريق الجيش الملكي. نفذت الركنية، كرة عالية تجاه اللاعب الكوتر، ولكن هناك صفارة الحكم كيشوف أن الكرة غادرت أرضية الملعب. إذن ضربت مرمى لفائدة فريق الوداد، وكرة شوية كانت معدبة من الحارس المغري في اتجاه اللاعب طارق العمارتي. إذن تمس طارق العمارتي مرة أخرى. أيت العريف، أول كرة كيلمسها منذ دخوله لأرضية الملعب. أيت العريف يمكن نقول أنه هو يعني اللاعب اللي كيمكن يخلق فجوات ولحظات تفوق على الفريق الخصم. غوسو غوسو يمر في اتجاه العلالي. العلالي محتار بالكرة ديالو، كيمر في اتجاه المعترك. تدخل علي بواب، أجدو، كرة طويلة، هشام الويسي، رجع النادر المياغري. كرة ضائعة، جرى لدى المختاري، يوسف القديوي، رضا المختاري، ولكن كرة كتمشي فقط عند الحارس مياغري. نذكر بأن النهاية الأولى عاد اللقب ديالها، النهاية الخاصة بموسم 2001-2002 على اللقب ديالها لفريق الرجاء البيضاوي اللي تغلب على فريق المغرب الفاسي بهدفين لصفر، وبذلك أضاف فريق الرجاء البيضاوي لقب خامس كأس العرش. أجدو، جميلة الطريقة باش مرر اللاعب أجدو في اتجاه هشام الزروالي، ولولا تدخل الحارس المياغري لكانت العملية فيها شيء من الخطورة. كوتر، كوتر كيحاول يمر على جوج ديال اللاعبين، انما البرازي كيقطع الكرة. كنا كتبقى دائما عند فريق الوداد البيضاوي، عماد بن الشيخ، كوتر، فريق الوداد البيضاوي مع انطلاق الجولة الثانية كيبقى هو صاحب المبادرة. خطأ لفائدة فريق الوداد، تلعب بسرعة عند لاعب الكوتر، تمريرة ولكن تدخل لاعب قديوي.
الديوين اللي كتبقى نقطة القوة ديالو هي المراوغة وأيضا السرعة. وإنذار جديد هذه المرة للاعب يوسف القديوي، وربما الشيء اللي مرضاش السي محمد فاخر والمساعد ديالو السي سعد دحان. كرة في اتجاه العلالي وخطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. تمريرة من هشام لويسي. هشام زروالي كيمر ولكن هناك تسلل. تسلل ولكن شوفوا القرار ديال الحكم. ورقة صفراء انذار. اللاعب اجدو بكل روح رياضية فهو يطلب المعذرة، ولكن مع ذلك فهو يتلقى ورقة صفراء. عماد بن الشيخ كرة سريعة ما استطاعش ياخذها. برازي كاين تسلل ديال هشام الزروالي ولكن تدخل اللاعب العمارتي. التغيير الوحيد اللي وقع لحد الان هو في صفوف فريق الوداد البيضاوي، خروج محمد مديحي ودخول عبد الحق عيد العريف. كرة في التماس لفائدة الوداد. من الشيخ عيط العريف زكريا بوكاطي من الكرة أجدو بسرعة وهشام الزروالي ضائعة. عيط العريف الكوثر في الجهة اليمنى أو رضوان العلالي تمريرة، إنما كان هناك فراغ على مستوى الخط الأمامي ديال فريق الوداد البيضاوي والكرة أعتقد أنها خارج الملعب. فعلا الحكم السيد سعيد الطاهري كيشوف ان الكره غادرت خط، اذا ضربه مرمى لفائده فريق الجيش الملكي. وجماهير الوداد تحاول ان تدفع بفريقها من خلال التشجيع. عماد بن الشيخ عيط العريف هشام اللويسي كرة طويلة في الجهة اليمنى دائما لفريق الوداد. خالد منصور تمريرة كانت في اتجاه الرأس ديال اللاعب العلالي، انما تدخل دفاع غوسو. غوسو يحاول المراوغة. غوسو امام مجموعة ديال المدافعين وتدخل البرازيل في الاخير كره التماس والركنيه
نفذها بسرعه اللاعب كوسو. زكريا بو تمريره ولكن بعيده. اللاعب الكوثر رفع قاسي ولا غادي ينفذ. قوسو الشيخ مرة أخرى قوسو تمريرة جميلة. أيت العارف ضائعة. وخطأ ضد لاعب عماد بن الشيخ الظهير الايسر لفريق الوداد البيضاوي. فاز بعديد الالقاب مع فريق الوداد البيضاوي 29 سنه عماد بن الشيخ. ويتلقى في هذه الاثناء ورقه صفراء، يقول الحكم بانها ثاني مره ينكعطي الورقه الصفراء لعماد بن الشيخ. جا الدور ديالو في الانذارات. والتحيه كاللاعب احمد اجدو اللي يظهر انه الإصابة خفيفة. نفذت كرة إنما في اتجاه الحارس نادر المياغري. عند بوجمع قصاب كينطلق من الجهه اليمنى ولكن هناك متابعه من اللاعب بطريقه جيده باش استطاع اللاعب هجوم لفائده فريق الوداد. فرصه ولكن هناك تباطؤ من رضوان العلالي. قوسو قوسو كيحاول يراوغ، فعلا كيراوغ كيمرر ولكن التمريره كانت فقط في رجل الدفاع ديال فريق الجيش الملكي. خطأ كاد يستغلو هشام زروالي لولا السرعة هشام الويسي. قوسو قوسو جون جاك في اتجاه عماد بن الشيخ. كيرجع كرة في اتجاه اللاعب قوسو قوسو. ومنصور عند حقايق العارف كتبقى دائما ضغط لفائدة فريق الوداد البيضاوي. ضغط ولكن مازال يعني ما تولدش على الضغط شي عمليات خطيرة اللي يمكن تهدد المرمى ديال الحارس عبد الرافع قاسي. كرة طويلة خالد أومنصور. خطأ هجوم خطير لفائدة فريق الجيش الملكي. تسديدة ولكن بعيدة. تسديدة من يوسف القديوي. يوسف القديوي اللي نذكر أنه رافق المنتخب الوطني، شارك في المقابلة اللي كان جرى المنتخب الوطني الأولمبي ضمن إقصائيات الألعاب الأولمبية بأوغندا. كانت أول مشاركة ديالو رفقة المنتخب الأولمبي. كنا نعلم أنه كان أيضا ضمن الفريق الوطني للشبان اللي كان شارك في بطولة إفريقيا للشبان ببوركينا فاسو. رضا مختاري وراء الكرة.
وبوبو كيدخل والكرة في تماس. نذكر بأن فريق الوداد البيضاوي فاز 9 مرات بلقب كأس العرش، وفريق الجيش الملكي فالحصيلة ديالو لحد الآن 6 ألقاب. وركنية لفائدة فريق الوداد. زكريا حاول يرجع الكرة، إنما كان هناك دفاع متماسك ديال فريق الجيش الملكي. يوسف القديوي ينطلق ولكن الكرة ضائعة. تماس لفريق الوداد. نسبة امتلاك الكرة هي النسبة هي كبيرة بالنسبة لفريق الوداد البيضاوي. خلال ربع ساعة الأولى لحد الآن اللي مرت من الجولة الثانية، بوسو ضائعة عند تامي التوجاني، أجدو، بوبو، الحكم كيقول لنا الكرة ما غادرتش الملعب، ما خرجتش التماس. زكريا و تسلل اللاعب رضوان العلالي. وتغيير اخر الان في صفوف فريق الوداد البيضاوي. دخول مراد الراجي الان، إذن من خلال الحركة ديالو أن رمى الشارة، إذن دخوله مكان بوجمع قصاب. إذن الشارة كانت في يد بوجمع قصاب، الآن تتحول أعتقد للاعب رضوان العلالي. مراد الراجي فهو كيلعب كقلب هجوم، لأن هذا اتجاه جديد للمدرب دوكاستيل لتعزيز الخط الأمامي. فعلا الخط الأمامي ديال فريق الوداد البيضاوي فهو كيحتاج لدعم تغيير في صفوف فريق الجيش الملكي. جواد ودوش كيدخل مكان يوسف القديوي. جواد ودوش 21 سنة، أيضا لاعب شاب التحق هذا الموسم بفريق الجيش الملكي. عماد بن الشيخ، عيط العارف، عماد بن الشيخ مرة أخرى. هشام اللويسي، توزيعه انما كرة بعيدة ماشي فقط خارج الملعب. ضربة مرمى لفائدة الجيش الملكي. المقابلة اللي نذكر كثر أصاء صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. وهي المقابلة الثانية
ضمن هذا العرس الكروي الكبير اللي كعرفوا مجمع الامير مولاي عبد الله بالرباط واللي كان عرف نهاية كأس العرش لموسم 2001-2002، المقابلة اللي انتهت لفائدة فريق الرجاء البيضاوي بعد فوزه المغرب الفاسي بهدفين لصفر. انذار الان للاعب كوثر من فريق الوداد البيضاوي. قوسو تضيع من الكرة، اللاعبين ديال الوداد ما كيجبروش امامهم اختيارات كبيره، وهذا راجع للانتشار الجيد ديال اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي. هجوم لفائده فريق الوداد، وغوسو كينزل الكره ولكن ضائعه. هذه بين العمليات الهجوميه القليله للاعبي فريق الوداد البيضاوي. اجدو غوسو وخطا يقول الحكم سعيد طاهري في حق اللاعب نور الدين بوبو. برازيف تنفيذ زروالي كوتار غوسو الكرة دائما عند فريق الوداد البيضاوي عند كوتار. هناك رضوان العلالي يطلب الكره في الجهه اليمنى، كوتر يتقدم يراوغ ولكن توقفت المسيره ديالو. تدخل اللاعب بواب وكره في التماس لفريق الجيش الملكي. فائدة فريق الجيش الملكي عن نور الدين بوبو. بغى يمر في اتجاه اللاعب أجدو استرجع الكرة. ايه اخطاء كيرتكبوها الدفاع ديال فريق الوداد البيضاوي، يعني اخطاء ديال المبتدئين كاد يكلفهم الامر هدف. هنا الاولى تدخل بارع للحارس نادر المغري بعد تسديده من هشام الزروالي. نشاهد مره اخرى هشام اللي سدد تسديده قويه بالرجل اليسرى، وكان تدخل بارع للحارس نادر المغري. نتمنى ان تبقى المباراه في حدودها الرياضيه. هذه إعادة الآن للفرصة الواضحة لفريق الجيش الملكي. كنقتربوا من الدقيقة 25، دائما 1-0 لفائدة فريق الجيش الملكي. الهدف اللي سجلوا اللاعب حفيظ عبد الصادق في الدقيقة 11. محمد فخير دابا تحال كتكون الرغبة كبيرة ديالو في تبشين
المسار ديالو مع فريق الجيش الملكي بلقب بكأس العرش. زكريا عبوب هو خطأ. مع مرور الدقائق بطبيعة الحال الرغبة ديال اللاعبين فريق الوداد غادي تزاد غادي تكبر في الوصول الى شباك الحارس الفريق الجيش الملكي. وفي المقابل هذا تدخل ديال الحارس على مرتين وتدخل الدفاع. قلت في المقابل تكون الرغبه ديال اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي كتكبر ايضا في الدفاع عن الهدف المسجل لحد الان. الهدف الغالي اللي يمكن يحملهم نحو التتويج والظفر باللقب السابع لكأس العرش. عن كثرة الأخطاء من الجانبين هنا تدخل هشام اللويسي في حق هشام الزروالي. برازي تهامي التجاني كرة طويلة إنما فقط عند دفاع فريق الوداد. هشام اللويسي كانت تمريرة في اتجاه اللاعب الكوثر إنما كانت بعيدة. هذو الجوم قادوا اللاعب غوسو انما بدون خطوره على مرمى الحارس قاسي. كره في اتجاه اجدو انما كيدخل اللاعب عماد بن الشيخ بالراس غوسو. مره اخرى عماد بن الشيخ هايت العارف او زكريا عبوب كيبدل الاتجاه امامه هايت العارف. تمريرة في اتجاه لاعب رضوان العلالي انما الكرة خارج الملعب. صفر اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي كما قلت الان هو اللي كيحملوا الكرة. لانه كل دقيقة مرات الا وكتحمل معها نصيب من الحظوظ الضائعه ديال فريق الوداد البيضاوي. زكريا هشام اللويسي يمكن نقول ان فريق الوداد البيضاوي صعب عليه يوجد تلك الميكانيزمات اللي يمكن يواجه بها الاسلوب اللي لعب به فريق الجيش الملكي اللي معزز بشكل جيد وسط الميدان. انتشار ايضا جيد للاعبين واللاعبين كل واحد قايم بالمهام المنوطه به على احسن وجه. قاسي سامي التجاني والكرة في التماس. هشام زروالي امام اربعة ديال اللاعبين تضيع منه الكرة.
ايت العارف ضائعة من ايت العارف بالغ في المراوغة اجدو مازال محتاط بالكرة ديالو وخطأ لفائدة اجدو بعد تدخل لاعب عماد بن الشيخ غادي ينفض هو رضا المختاري لعبت الكرة مع حفيظ عبد الصادق كرة في اتجاه المعترك لما تدخل الدفاع كوتر رضوان العلالي قوسو ومنصور والحكم يعلن عن خطأ لفائدة فريق الوداد البيضاوي حكم عبد الحق قرقوري من مدينة فاس إذا اللي غادي ينفذ هو اللاعب زكريا بوب شاهدون هشام زروالي اللي اصبح الان في المعترك ديال الفريق ديالو للدفاع ولمؤازرة الدفاع كيصبح هجوم مضاد نادر المياغري تمريرة في اتجاه المترك من عماد بن الشيخ لما تدخل لاعب البرازي الدفاع ديال فريق الجيش الملكي ملتحم بشكل جيد خليش فرصة للمهاجم ديال فريق الوداد البيضاوي هذه من الفرص القليلة ديال فريق الوداد البيضاوي لكن تدخل الدفاع كيصبح هجوم مضاد عند أجدو كمر اليمين في اتجاه اللاعب هشام زروالي هشام زروالي وجلو جمعه هشام لويسي وكرة ضائعة كنبغي مرة في اتجاه نور دي بوبو جون جاك غوسو كوتر وتمس زكريا عبوب أجدو يراوغ بوبو مرة أخرى أجدو وضائعة ليأخذها جون جاك غوسو هناك انطلاقة في الجهة اليمنى فعلا تمرير الكرة في اتجاه اللاعب مراد الراجي والكرة في التماس من لاعب سيبوي وخطأ لفائدة فريق الجيش الملكي يمكن نقول ان اجمل ما كاين في هذه المقابله هو الهدف اللي سجلو حفيظ عبد الصادق في الدقيقه 11 من ضربه ثابته
كانت من تنفيذ اللاعب أجدو وضربة رأسية مركزة جميلة للاعب حفيظ عبد الصادق. من غير ذلك لم نشاهد مردود أو أداء كبير من الجانبين. غادي ينفذ هو الحارس قاسي الوقت اللي تم اخراج لاعب فريق جيش الملكي رضا المختاري خارج الملعب. ودوش ما شفناش ايضا دخل خلال الجولات الثانيه ولكن ما قامش بشيء يذكر لحد الان. دخل مكان يوسف القديوي الراجي مراد بسرعه انما الكره ديالو ما كتمرش كيسترجعها ايت العريف تمريره اتجاه بوسو انما الكره كانت بعيده وارى ان هناك تغيير اخر لفائده فريق الجيش الملكي. إذن نور الدين بوبو يغادر ويدخل خالد المعروفي أمامكم لاعب سابق لفريق أولمبيك خريبكا 24 سنة مدافع. من خرج لاعب وسط ميدان ودخل مدافع اللاعب المعروفي معنى أن هناك نية للمدرب محمد فخير لتعزيز الدفاع وإضافة لبنة أخرى لدفاع فريق الجيش الملكي المتقدم ونحن على بعد حوالي 10 دقائق من نهاية المقابلة بهدف لصفر في هذه المباراة النهائية لنيل كأس العرش لموسم 2002-2003. أيت العارف بان بوضوح الآن أن فريق الجيش الملكي يدافع عن المكسب المسجل. الهدف هذه كانت تسديدة من لاعب مراد الراجي ربما سيتم اللجوء بالنسبة لفريق الوداد لأسلوب آخر على وهو التسديد اللي ما شفناش تقريبا في المباراة كلها ولو تسديدة واحدة من بعيد في اتجاه المرمى. خطأ الآن لفائدة الوداد. أيت العارف من الشيخ جون جاك بوسو مع المعروفي كيتجاوز المعروفي جون جاك بوسو مازال مختلط بالكرة ديالو عماد بن الشيخ ولكن الدفاع كان دائما مدافعي فريق الجيش سباقين للكرة وخطأ لفائدة أيت العارف. تراجع لاعبي فريق الجيش الملكي وبالمقابل تقدم المدافعين نشاهد هشام الويسي في الصباح تقدم مدافعين للفريق الوداد البيضاوي لممارسة ضغط أكبر على الدفاع. هجوم الآن من الجهة اليمنى لكن تدخل رضا المختاري الكرة في تماس مقابلة اللي كترأسها صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد
الان تغيير اخر في صف فريق الجيش الملكي، دخول لاعب فضلي وخروج اجدو. زكريا بوب ترك الكره لعماد بن الشيخ على اعتبار انه يجيد السيد بالرجل اليسرى، كره دائريه المطرق ولكن دفاع فريق الجيش الملكي بالمرصاد لكل العمليات خاصه من الكرات العاليه. خالد أومنصور، كره في تماس والحكم تقول ان الكره لفائده الجيش الملكي. كرة طويلة من هشام اللويسي، خطيرة هذه الكرة. كان أيضا هناك سوء تفاهم تقريبا كما حدث مع انطلاق المقابلة، نشاهد سوء تفاهم بين الدفاع والحارس، كانت اتكالية ديال البعض على البعض الآخر لولا تدخل في آخر لحظة ديال علي بواب. للركنية زكريا عبو في التنفيذ، كرة مرفوعة إنما فقط عند الدفاع. الكوثر، المبادرة أصبحت الآن لفريق الوداد البيضاوي، العمليات أصبحت كتكتسب بعض الخطورة. زكريا عبو بتمريرة وركنية، سلسلة من الركنيات كتعكس الوجه اللي واخذ المباراة الآن، ضغط يتزايد شيئا فشيئا لفائدة فريق الوداد البيضاوي. زكريا كيحاول يناور هايت العارف، يعني كتشوفوا حتى اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي الطريقة اللي كيبعدوا بها الكرة، تدخل كرة عالية، قوسو قوسو بالرأس وتدخل سيبوي، تعود كرة مرة أخرى للمعترك وتدخل الحارس عبد الرافع قاسي. قليل على نهاية الوقت الأصلي من المباراة، دائما هدف لصفر لفائدة الجيش الملكي. الأنصار ديالو الآن بداو كيتحركوا استعدادا للاحتفال اللي ما بقاش كيفصلهم عليه كثير. كل فريق الوداد البيضاوي مازال ما قالش الكلمة الأخيرة ديالو، ضغط وتسديدة إنما بعيدة من اللاعب جون جاك غوسو. هايت العريف،
هشام لويسي ضائعة وخطأ لفائدة الوداد. رايت العارف صراع مع الوقت الآن، محاولة لتجاوز جوج ديال اللاعبين معروفي. في اتجاه اللاعب العلالي، مراد الراجي كيسدد ويحصل على ركنية. مراد الراجي منذ دخوله عطى نفس منحوط للخط الأمامي لفريق الوداد. تحركات السريعة ديالو خلقت بعض المتاعب لدفاع فريق الجيش الملكي. زكريا عبوب ضربة رأسية، ولكن تدخل دفاع ديال فريق الجيش الملكي. جون جاك غوسو كرة ما خرجتش، خطيرة هذه الكرة، ولكن فقط هناك رضا المختاري اللي كيبعد الكرة. تعود الكرة مرة أخرى، كانت في اتجاه اللاعب رضوان العلالي، ولكن الحارس كان أسرع. فريق الجيش الملكي يسير نحو الفوز بلقب كأس العرش لموسم 2002-2003، ولكن فريق الوداد البيضاوي مازال مصر على اللعب. كل الأوراق ديالو، تمريرة كل الأوراق ديالو على الطريقة الألمانية، لم ينزل يديه لحد الآن فريق الوداد البيضاوي. آيت العارف، آيت العارف كيحاول يهيئ الكرة للتسديد، كيمرر للجهة اليمنى كوتر، إنما بعيدة بعيدة على مرمى الحارس قاسي. كل ما خرجت الكرة خارج المرمى إلا وكيكون متنفس بالنسبة للاعبي فريق الجيش الملكي. العيون بدات كتوجه الآن صوب الحكم سيد سعيد الطاهري. هشام زروالي تمريرة جميلة. وخطأ لفائدة فضلي. هذه أخطاء تكتيكية في هذا الوقت الحاسم من زمن المباراة. مثل الأخطاء كتمكن الفريق الفائز من لحظات لالتقاط الأنفاس، لحظات مهمة. غادي نفذ أعتقد هو اللاعب قد فوزي البرازي، ومي سينفذ بقوة فعلا. فوزي البرازي ينفذ بقوة، إنما ماشي بالقوة الكافية لتزم الحارس نادر المياغري.
ولكن فات أثناء سيداتي وسادتي غادي الحكم السيد سعيد الطاهري على نهاية المقابلة نهاية كأس العرش لموسم 2002-2003 بتتويج فريق الجيش الملكي. وكما تشاهدون فلاعبون كلهم توجهوا مباشرة سوبر المدرب محمد فخر كيرجع له الفضل بنسبة كبيرة في هذا التتويج وهو أول لقب للمدرب محمد فخر مع فريق الجيش الملكي ثالث لقب لهذا المدرب مع الأندية الوطنية بعد فوزه بلقبي البطولة رفقة الحسنية حسنية أكادير هو اليوم يفوز بلقب آخر مع فريق الجيش الملكي يتعلق الأمر بلقب كأس العرش وهو اللقب السابع بالنسبة لفريق الجيش الملكي. هنيئا إذا لفريق الجيش الملكي بهذا التتويج وهنيئا أيضا لفريق الوداد على روحه الرياضية العالية في هذه المباراة النهائية.